جينا بعد الفاصل معاكم ومعانا زي ما وعدناكم ان احنا البرنامج بتاعنا برنامج بيتكلم في كل المجالات وبرنامج بيستضيف جميع المواهب في طبعا شتى المجالات. طبعا يعني ان كنت بترسم، ان كنت بتشتغل في اختراعات، اي اختراع صغير، ان كنت بتكتب كان في العلوم في شعر، الادب، بتغني، بتخرج، يعني احنا بنرحب بتمثل، بجميع الموهبين كافة أشكال المواهب. وإحنا المواهب. على فكرة بنسيب الأرقام بتاع التليفونات بتاع البرنامج على الحلقة يا ريت تتواصل بتاعتنا، معانا اللي عايز يتواصل معانا وعايز يظهر معانا طبعا على دماغنا. في تواصل معانا الأستاذ الأستاذ جاسر ياسر النهاردة، من الرسامين المميزين ما شاء مميزين. الله عليه رغم صغر سنه، بس لما بعت لي الصور اللي هو عاملها، لا انا اتفقت مع الاستاذ وليد ان احنا جاسر يكون اول ضيف أول النهارده، ضيف اتفقنا معانا باذن النهارده الله. الأستاذ ياسر، أهلا وسهلا بيك معانا أستاذ ياسر. اهلا بيك. يا مرحبا. اهلا بيك. أنت بترسم. ايوه برسم، برسم انا اما ابتدائيه يعني برسم حاجات، يعني بدأت معاك من إيه؟ من مرحلة الابتدائية، ايوه يعني من الرسم. حوالي 7 8 سنين كده مثلا. ايوه أها ايوه الرسم. ايوه برسم، ولما تطوير الرسم اكتر رسمت بوتيهات بسيطه يعني، ولما معاك حاجات لا منها؟ لا 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 استنى، احنا مش هنبص دلوقتي، احنا عايزين نقول حاجه. انت مين اللي اللي نمى نمى معاك عندك موهبه الموهبة، الرسم؟ موهبة الرسم. مين في البيت شافك كده وشاور قال ده جاسر بيرسم حلو، مين والدك او أول واحد والدتك، جاب لك ومين عدة اللي ألوان؟ بيدعمك ومين اللي واقف جنبك قوي في البيت؟ أمي وأخواتي. أمك وأخواتك. أيوة أم تمام تعمل وحيدة. تمام أول صورة رسمتها وحسيت إنك بدأت ترسم صح؟ رسمتها لمين؟ عبد الحليم حافظ وشادية. يعني أول صورة رسمتها كانت عبد لعبد الحليم الحليم حافظ ولشادي. وشادية. طب معاك حاجة نشوفها من الرسم بتاعك ده؟ أيوة أنت وريني مغرم الصورة بعبد لعبد الحليم، الحليم أهو ما شاء الله. فأنت عاوز وريها للكاميرا كده. دي صورة لعبد الحليم حافظ. أنت بتستخدم الألوان إيه، الرصاص ولا بتستخدم إيه؟ الرصاص والفحم. تمام وإيه تاني؟ شادية؟ شادية. دول أول صور رسمتهم؟ أيوة ما شاء الله عليك. طبعا هي واضحة للكاميرا كده، يعني دي في البدايات، دي ادي عبد الحليم وادي شادية ما شاء الله. طيب إيه معاك حاجات تاني؟ لا احنا عايزين نشوف تطور الرسم حتى. طورت انت يعني انت بقى. بدأت، دول كانوا بداياتك. دول اول رسمتين رسمتهم ايوه، وكاتب عليهم التاريخ وموقع عليهم جاسر موقع يوم 4/12/2018. ايوه ده اول يوم انت ترسم أيوة. فيه. كنت انت مين اللي دلك ان انت ترسم بالرصاص والفحم مع بعض؟ اعتقد انت لما بدأت اكيد كنت بترسم بالرصاص بس. لا بداية خالص كنت بس بستخدم الرصاص بس، بعد أخدت الكورس وتعلمت حاجات أساسيات. مين اللي اداك الكورس عشان نوجه له الشكر؟ أختي أختك. أمي وأختي. طب أنت وجه لهم الشكر، اشكرهم. شكرا ليك يا أمي وأخواتي على الدعم الوحيد، وشكرا ليكم والله يعني. ربنا يوفقك يا رب. بعد كده، بعد ما خلصت عبد الحليم وشادية، إيه الفكرة اللي جات لك؟ عايز تعمل إيه تاني؟ بفكر يعني انا قررت يعني بقيت بقف ارسم ولازم استغل الفن يعني الموهبة دي. تستغل الموهبة. برافو عليك. اخدت الكورس تمام. وتعلمت الرصاص وفحم وزيت والوان خشب ما شاء الله والوان الباستل، بدا الباستل ما شاء بره الله عليك الصغير، ما شاء الله عليك. وبدات اتقسم كل حد يعني مساهيل لاعبين كرة قدم. بترسم وهي صورة قدامك ولا بترسم من الذاكرة؟ لا برسم قدام صورة يعني. يعني انت بتجيب صورة قدامك وبترسم منها. ايوه لسه ما وصلتش الموضوع ان انت من الذاكرة ممكن تتخيل فلان وترسمه. تمام. طب ورينا كده حاجة حلوة نتفرج مع بعض كده على تطور كده. الفنان الجميل طبعا علاء ولي الدين الله يرحمه. ما شاء الله عليك يا ياسر. كده هنا كان تطور كده، يعني شايف كده الالوان، شايف يعني الوان الفحم مع الرصاص، يعني شايف هنا بان طبعا اختلاف واضح رصاص من خالص. الفحم، ادي الفحم اهو مع الرصاص. طبعا مين بسم تاني؟ الله ما شاء الله. طبعا الفنانة إسعاد القديرة يونس، إسعاد صاحبة يونس السعادة، صاحبة السعادة، بنحييها طبعا. طبعا تحية كبيرة ليها. تسلم ايدك يا ياسر. وهي طبعا كده هي لازم تستضيفك بقى، هي معاها بقى. قدرت تتواصل معاها وتبعت لها الصورة دي؟ أنا بعتها رسالة وهي عملت لي لايك يعني. تمام. بس لايك بس؟ لا إن شاء الله. لا إن شاء الله هي تستضيفك وهي في البرنامج بتاعها يعني. هي فعلا من أفضل الناس اللي بيختاروا المواهب الجميلة وما بتبخلش عليهم. دي مين بقى؟ ملكة كمال ميار محمد. ما شاء الله يا بنت محققة سينما دولي. ما شاء الله عليك.
انا لما قابلت الممثله نور فخري رسمتها رسمه وهي عجبت جدا. تمام. وهي ليسي على هاف كامب. تمام. ففي بعد كام يوم اتصل بيا قالت لي انت هتحضر معايا مهرجان سينما الدولي. تمام. هي رحت وصبت نفسي يعني وبعتي كارت ودخلت المهرجان. قابلت اول ممثل ادم سرقاوي كان معامله حلوه قوي والله. تمام. وصورت ورسمت ارسمه يعني. وقابلت كام ممثل زي مثلا كمال سليمان فنان جمال سليمان ومحمود فارس هو فنان محمود فارس تحياتي ليه من اصدقائي. وقابلت مغنيه اسمها هدير ماجد رسمتها برضه. برافو. انت كل بتقابله ترسمه وان شاء الله ترسل لك يعني ان شاء الله. انا وري له صوره احمد العلامي كده صور رسمتها. احمد خالد صالح. احمد خالد صالح طبعا. لا الفنان احمد خالد صالح ابن الفنان خالد صالح طبعا تحيه كبيره ليه المرحوم خالد صالح فنان جميل كبير. انا بعته للسيد رساله يعني وريني صوره الفنان محمود فارس برضه دي صوره وده الفنان محمود فارس اهو بنحييه طبعا وبنقول له ان جاسر يعني رسمك رسمه حلو قوي يعني والله جميل. ادم الشرقاوي الفنان ادم الشرقاوي من الوجوه الجديدة طبعا ربنا يوفقهم جميعا طبعا الفنان القدير جمال سليمان طبعا يعني طبعا لا بسم الله ما شاء الله يعني رسم مبدع وممتع ايديك وشخصيتك باينه في الشغل ما شاء الله عليك وخطوطك حلوه وجميله وفيها وضوح يعني في ناس انا واضحه قوي يعني بسم الله ما شاء الله واضحه خالص لا ما شاء الله فين صوره طبعا فريق الاعداد كله والاداره كله مؤجبه بالرسم بتاعك على فكره والواد الكاميرا كله بص بيحييك يعني تمام اليوتيوبر احمد العلامي ده طبعا ما شاء الله لما انت بعتها لي على فكره انت عملت لنا سعاده غير طبيعيه لما شفناها لان فعلا قريبه جدا 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 منه وهو بيحييك من هنا برضه يقول لك الله ينور عليك يا جاسر الله يخليك طب انت في يعني تطورات تاني بالنسبه للرسم ده يعني احلامك في اللي جاي اول عندي سوشيال ميديا عندي قناه على يوتيوب وانستا وتيك توك تمام بنصور الرسومات بس يعني تمام طب نزل رسوماتك انت حلمك في اللي جاي ايه عايز جاسر توصله لفين اكون اول رسام مصري بيسوي احتياجات خاصه ما شاء الله عليك وان شاء الله باذن الله يعني انت عاوز تكون اول رسام مصري بذوي الاحتياجات الخاصه طبعا يعني هو بالفعل من رغم ان هو من ذوي الاحتياجات الخاصه لكن طبعا إن شاء الله انا مش عايز ان انا يعني انا ما كنتش عايز اقول كده عشان طبعا شعوره هو جاسر من ذوي الاحتياجات الخاصه طبعا هو اللي قال بنفسه طبعا وده شيء واضح في الكاميرا بس جاسر بسم الله ما شاء الله يعني الرسم بتاعه رسم فنان يعني مش رسم حد يعني مبدع جدا 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 في صورة الفنانة سعد يونس الفنان علاء ولي الدين وهو بالتباري مع حد من ذوي الاحتياجات الخاصة هيطلع جاسر ما شاء الله يعني طبعا انا من هنا او احنا من هنا من خلال كاميرا برنامج كلام جديد بناشد المسؤولين في مشروع حياة كريمة تمام لتبني جاسر موهبة جاسر الفنية في ذوي احتياجات خاصة موهوبين جدا وفي الرياضة وفي الفن وفي الأدب والفكر زي جاسر فنان الراحل عبد الحليم حافظ لو نقبنا عنه ما نلاقي منهم كتير انت كل صورة بتكتب التاريخ بتاعها معاك حاجة تاني لحد ورينا شغلك كده بقى شو أصارة أصالة ايه ده مين الفنان احمد بدير ولا مين؟ رامز جلال ده رامز جلال طبعا رامز لا بلاش بقى ايه رامز جلال يستضيفك لان هيعمل معاك مقلب وبتاع فطبعا احنا ممكن يعملها معاك فاحنا خلينا لكن ممكن يستضيفك ياسر جلال مفيش مشكله محمد رمضان طبعا النجم الصاعد جعفر العمده طبعا محمد رمضان نجوم محمد رمضان تحياتنا ليه انا عايز اقول لك نجم معانا هنا الموهبه جاسر رسمك في دور في شخصيه جعفر العمده رسم محترم يعني رسمه
يستاهل عليها لا 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 كل شكر. بوجه مش كل شكر على فكره، جاسر بيمثل يعني، انت لو برضو عايز زي ما جاسر عمل لك الصوره الحلوه دي وجملك حضرتك وانا واثق ان انت ما بتبخلش على حد، تبص لجاسر من ناحيه الموهبه الفنيه. عايزين حد يتبنى جاسر يعني، عايزين ننميه. تحياتنا للفنان محمد رمضان. شخصية يوتيوبر ابو فلة. ابو فلة طبعا، ابو فلة اليوتيوبر، ابو فلة. ماشي. وواحد صديقي بعت لي وطلبني ارسمه فرسمته. ده صديقك يعني؟ برضو طبعا. اسمه ايه بقى؟ كبيرة جدا. هو اسم مش فاكر يعني. هو صديقك على الفيس يعني؟ أيوة. هو تواصل معاك فانت رسمته. أيوة. انت شخصية جميلة جدا يا جاسر والله. ما رسمنيش على كده. هو احنا ما نعرفش اسمك، ولكن بنقول لك ان صديقك جاسر من خلال الفيسبوك انت بعت له بس صورتك فهو رسمها لك، وكمان النهارده يعني بيعرضها لك من خلال شاشه برنامج كلام جديد. صوره مين دي يا ياسر؟ ده انت. بص ياسر يا حبايبنا، ده شغل 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 المعلم لبنى. طبعا شغل المعلم لبنى. يعمل كمل كمل نفسه طبعا. امتعنا امتعنا او اروينا. في ده واحد صاحبي برضه، عارف اسمه برضه ولا تواصل معاك برضه؟ كل حد بعت لي يرسمني يرسم فارسمه. يعني انت اي حد بيبعت لك من خلال الفيسبوك من هنا ورايح، اللي بيبعت لجاسر يبعت لجاسر على انه ده فنان محترف وبيشتري خامات وبيعمل يعني، يتفق معاه على على برايس. ده شيء يبين ان شخصيه جاسر شخصيه يعني عاوز اقول لك بالبلدي كده قلب ابيض من جوه، ان انت تبعت له من خلال الفيسبوك فهو يبعت لك يرسم لك الصوره ويشيلها كمان ويجيبها ان هي تتعرض معاه في البرنامج. فهو من الشخصيات المحترمه اللي يعني الشخصيات الجميله اللي اترسمت دي برضه. ويا ريت تتواصلوا معاه تاخدوا الصور بتاعتكم يعني. دي اول رئيس جمهوريه مصر. طبعا الراحل السيد الرئيس محمد نجيب، اول رئيس للجمهوريه. برضه لقيت صوره مناسب يعني فرسمته. حد تواصل معاك فانت رسمته؟ لا لقيت صوره حلوه يعني. هو عجبتك ملامح الشوش فانت رسمته. ما شاء الله عليك. طبعا بالنسبه لك مش هتعجبك ملامحي فانت مش هترسمني. ده ايه حاجات ايه دي بقى؟ شخصيه انمي رسمته بالوان ميه. دي الوان ميه. ايوه. انت بتحاول بقى تجرب او تطور او تطور. رسمه جميله. طب يا ياسر يعني بعد الجمال ده كله اللي احنا شفناه، هل في الفترة اللي جاية مشروع معرض؟ إن شاء الله. حد تواصل معاك إنه ممكن يعمل لك معرض؟ يعني ربنا يعلم، واحد يعلم قدامي مستقبل يعني. إن شاء الله. إن شاء الله يعني، فإن شاء الله اجتهد نفسي. إن شاء الله بمساعدتنا أنا والأستاذ. لا لا إن شاء الله بمساعدة ربنا أولاً. بإذن الله لغاية ما نعمل معرض وهنصوره. وإحنا بإذن الله برضو يعني إحنا دلوقتي برضو بنناشد السادة المسؤولين في مشروع سيادة الرئيس حياة كريمة. بنقول إن إحنا معانا موهبة فنية جميلة جميلة جدا جميلة. بص الخطوط بتاعت شغله وبص العبقرية يعني، بص جماله ما شاء الله ما شاء الله يعني. شخصية تستحق ان احنا نستفيد منها يعني، وننمي موهبته ونقف معاه وفي ظهره. طبعا ده كان على فكرة يعني ما شاء الله عليك من اوائل اهتمام سيادة الرئيس رئيس الجمهورية بذوي الاحتياجات الخاصة. فطبعا يا ريت بقى حد كده من حياة كريمة النهاردة ان شاء الله نلاقي التليفون جاسر بيرن، وتليفون جاسر هيبقى معاكم على الشاشة حاليا، هو باين معانا دلوقتي تليفون جاسر ما شاء الله. فيا ريت حد يتواصل معاه. طبعا احنا بنحييك تحية كبيرة قوي والله العظيم، وليك كل الشكر والتقدير والاحترام. وان شاء الله من خلال برنامجنا او من خلال شاشتنا هتلاقي ان شاء الله في دعم وفي مسانده من خلال الجمهور ان شاء الله. واحنا هنسعى برضه وهنجتهد باذن الله ان شاء الله باذن الله نوصلك لاول خطوات باذن الله تحط رجليك عليها لغايه ما توصل لحلمك ان شاء الله. ان شاء الله ربنا شرفتنا يا استاذ ياسر، ورب كده نشوفك المره اللي جايه تكون فنان ليه اسمه وليه بصمته ان شاء الله في مجال الرسم، وتكون عامل اكثر من معرض. وقت الحلقه وقت الحلقه طبعا نقدر نقول نشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه مع برنامجنا وبرنامجكم كلام كلام جديد مع ايمن ولي.